السلام عليكم. اولا قبل ما نبداو رمضان مبارك سعيد. غادي نشوفوا في هذا الفيديو الدرس الثاني من دروس الفيزياء الدوره الثانيه اللي هو لا فيتيس مويان السرعه المتوسطه. اولا السرعه المتوسطه VM تتساوي لنا قسمه ديال المسافه على الزمن VM تتساوي دي على تي. الوحده العشيه ديال السرعه هي الكيلومتر على الساعه، الوحدة ديال المسافة هي الكيلومتر، أخيرا الوحدة ديال الوقت هي الساعة. إذا VM هي لا فيتيس مويان كما قلنا بالكيلومتر على الساعة، وهذه هي الوحدة العشيادية اللي تنستعملو في الحياة اليومية. مثلا تنقول واحد السيارة غدا 100 كيلومتر في الساعة ولا 90 كيلومتر في الساعة. أما دي هي في المسافة المقطوعة بالكيلومتر، وكما قلنا تي فهي الوقت ولا المدة الزمنية تتكون بالساعة. هذا المثلث هذا غيساعدنا باش نجبدوا المسافه، الوقت وايضا السرعه المتوسطه. اذا يطلبوا منا لا فيتيس مويان، كما شفنا لا فيتيس مويان هي دي على تي، دي مقسومه على تي. الا طلبوا منا تي، تي فهي دي على في ام، تي تساوي دي على في ام. هذه بحال بحال القسمه، وهنا بيناتهم الضرب. اذا فتي هي دي على في ام، دي على في ام، ولا بغينا دي فهي في ام في تي. اذا دي هي في ام في تي. هاد المثلث هذا شي يمكننا نجبدوا هاد العلاقات بثلاثه. ضرب مثلا في التمرين يقول لك حسب لي لا فيتيس مويان، ولا يقول لك حسب لي الوقت، ولا يقول لك حسب لي المسافه، وفي كل حاله تطبق العلاقه المناسبه. دابا غنشوفوا كيفاش نقدروا ندوزوا من الكيلومتر على الساعه للمتر على الثانيه. اول حاجه غنحولو من الكيلومتر للمتر. كل واحد كيلومتر شحال يساوي لنا بالمتر؟ 1000. كل كيلومتر يساوي لنا 1000 متر. والساعه شحال تساوي بالثانيه؟ عندنا الساعه تساوي 60 دقيقه، ومن دقيقه للثانيه السين، اذا فهي السين مضروبه في السين. السين في السين شحال هي؟ 3600. اذا 1000 على 3600. غادي نختزلو بالاصفار، مشينا الصفر الاول مع الصفر الثاني، هاد الاصفار ثانيين ايضا. من بعد غنمشيو لنا هاد الصفر مع هنايا غنديرو الفاصله، بحال قلت 36 مقسومه على 10 هي 3.6. اذا هنا غنمشي لنا هنا زيرو، وهنا غنديرو الفاصله، اذا غتبقى لينا 1 على 3.6. ناخذ مثال، مثلا عندنا 90 كيلومتر على الساعه، بغينا نحولوها للمتر على الثانيه، اذا فغنقسموها على 3.9. غنديرو 90 مقسومه على 3.90 مقسومه على 3.6 اللي غتعطينا هي 25 متر على الثانية. إذا فاش نبغي ندوزو من الكيلومتر على الساعة للمتر على الثانية، فاش نقسمو على 3.6. كما شفنا أن ملي نبغي ندوزو من الكيلومتر على الساعة للمتر على الثانية، فاش نقسمو على 3.6، ولا بغينا نمشيو من المتر على الثانية الكيلومتر على الساعة، فاش نضربو في 3.6. الفقرة الثانية غنشوفو لا ناتير دو موفمون، هي الطبيعة ديال الحركة. من هنا واحد السيارة، شنو نلاحظو على المسافة ما بين سيارة وسيارة؟ المسافة خلال نفس المدة الزمنية تتبقى ثابتة، فدي تتبقى ثابتة. إذا اللي بغينا نديرو السرعة في تساوي دي على تي، يعني نفس المدة الزمنية. إذا نفس المدة الزمنية تي تساوي كونستونت، تي ثابتة، ودي تتبقى ثابتة. في تساوي ثابتة على ثابتة، بحال مثلا 4 على 4، شحال تساوي لنا 4 على 4؟ هي تساوي لنا 1. إذا فالسرعة في هاد الحالة هادي تبقى لينا ديما ثابتة، فيتاس كونستونت. كما تلاحظوا هنايا أن السرعة تتبقى لينا ثابتة، والحركة ديال هاد السيارة تنقولوا أنها الحركة يا إما منظمة، ولا تنقولوا أنها حركة منتظمة. حركة منتظمة اللي هي يونيفورم. إذا أول نوع ديال الطبيعة ديال الحركة هو يونيفورم، اللي هو حركة منتظمة. ندوزو للثانية، شنو تنلاحظو هنايا؟ المسافة غدا، المسافة غدا وتتزاد. إذا إلا بغينا نديرو السرعة، نديرو العلاقة ديال السرعة فاش تساوي دي على تي. عندنا دي غدا وتتزاد، إذا دي أوكمونت، و تي قلنا نفس المدة، تي كونستونت ثابتة. إذا بحال مثلا 4 على 4 تساوي لنا 1، يعني دي غدا وتتزاد. دي هادي غدا وتتزاد، شوية كانت 4 شوية غتولي 8. شنو شيبقى على لا فيتاس؟ فيتاس كانت 1 ولا 2،
عرفتيني ملي غادي تزاد دي تال فيتاس هي غتزاد، اذا كل ما تزاد شدي تال فيتاس هي غتزاد، اذا لا فيتاس شنو يوقع ليها؟ لا فيتاس اوغمونت، في هذه الحاله لا فيتاس اوغمونت، السرعه تزاد. وكي تلاحظوا على السياره اش دير، تسير بحال تتسارع الحركه ديالها تتسارع، اذا تنقولوا انها تنقولوا ان الحركه ديال هذه السياره حركه متسارعه اكسيليري، حركه متسارعه اكسيليري. اخر نوع شكل التشاليت، ان واحد السياره غاده شويه شنو وقع عليها بحال غاده وقفات، شنو نلاحظوا هنا؟ المسافه، المسافه غاده وتتصغر، المسافه لا ديستونس غاده وتتصغر، اذا في تساوي دي على تي، دي غاده وتتصغر، تي نفس المده تي تشابيشه، اذا شي حاجه شات تنقص على تشابيشه شنو غتعطينا؟ غتعطينا لا فيتيس انها غادي تنقص، لا فيتيس ديميني، اذا السرعه مع الوقت فهي غاده وتتش تنقص. اذا في هذه الحاله تنقول ان الحركه ديال هذا الجسم متباطئه غدا وتتنقص، اذا فهي متباطئه تنقولوا غوتاردي ولا غالونتي. اذا عندنا ثلاثه الانواع في الطبيعه ديال الحركه، لا ناتور دو موفمون، اما ان فورم اللي هي منتظمه فاش تكون عندنا السرعه تابشه، اكسيليري متسارعه فاش تكون عندنا السرعه غدا وتتزاد، اما غوتاردي ولا غالونتي اللي هي متباطئه فاش تكون عندنا السرعه غدا وتتنقص. دابا غندوزو التمارين التطبيقي رقم واحد. واحد السياره اللي تتمشي بواحد السرعه فيتاس، كيدير هاد الفيتاس هادي، كيدير هاد لا فيتاس، فيتاس كونستانت، سرعه ثابته، قطعت لينا 135 كيلومتر بوندون اي دوري، خلال واحد المده ديال تاتي تساوي ساعه و 30 دقيقه، ساعه ونص. السؤال الاول بريسيزي اون جوستيفيون، حدد مع التحليل طبيعه ديال الحركه، لا ناتيور دو موفمون، طبيعه ديال الحركه ديال هاد السياره. كما شفنا هنايا في لو فيتاس كيدايره لا فيتاس كونستانت، كما شفنا ان لا فيتاس كونستانت تعني ان الحركه كيدايره حركه اينيفورم، فالحركه منتظمه، اذا لا ناتيور دو موفمون سي اينيفورم هيت لا فيتاس اي كونستانت، كار لا فيتاس اي كونستانت. السؤال الثاني كالكيلي سا فيتاس مويا، نحسبوا السرعه المتوسطه بالكيلومتر على الساعه ومن بعد نحسبوها بالمتر على الثانيه. كما شفنا ان في ام تساوي لنا دي على تي، اذا في ام تساوي دي على تي. شحال المسافه؟ قال لك المسافه هي 135 كيلومتر، فما تشوف الكيلومتر ولا المتر فهذه هي المسافه، اذا 135 كيلومتر هي المسافه. والوقت شحال؟ الوقت هو ساعه ونص، ساعه و 30 مينيت، خصنا هاد ساعه و 30 مينيت نرجعوها كامله بالسوايع. اذا الا بغينا نرجعو من المينوت للساعة، من المينوت للساعة نقسمو 30 على السين، نقسمو 30 دقيقة نقسموها على السين باش ترجع لينا بالسوايع. إذا 30 مقسوم على السين هي 0.5، إذا 1 ساعة زائد 0.5 ساعة، إذا هي 1.5 ساعة. نقدرو غير نشوفوها هكذا ساعة و 30 دقيقة، هي ساعة ونص، هي 1.5 ساعة، إذا تتساوي 135 على ساعة ونص. تتساوي لينا 90 كيلومتر على الساعة، حيت هادي بالكيلومتر وهادي بالساعة، إذا 90 كيلومتر على الساعة. من بعد خصنا نحولوها للمتر، من بعد نحولوها للمتر على الثانية. كما شفنا ماشي تنبغيو نحولوها للمتر على الثانية، فتنقسمو على 3.6، إذا غنديرو 90 مقسوم على 3.6، خرجت لينا 25 متر على الثانية. سؤال 3 Déterminer la distance parcourue par cette voiture pendant une durée de 3 heures. نحدد المسافة المقطوعة من طرف هذه السيارة خلال مدة ديال 3 سوايع، أنا نحسبو دي، كما شفنا إلا بغينا نديرو دي هي في إم في تي، إذا دي تساوي في إم في تي، لا فيتاس قالك لا فيتاس كونستونت، السرعة ثابتة، إذا نخدمو بهاد السرعة هادي هي 90 كيلومتر في الساعة. والوقت هو 3 سوايع، عطانا الوقت الجديد هو 3 سوايع، يعني غنحسبو المسافة اللي تقطعها السيارة في مدة ديال 3 سوايع، إذا ها الفيتاس ها الوقت، إذا 90 مضروبة في 3
هي 270 كيلومتر كما تشوفوا هنايا. فكان عندنا كيلومتر على الساعة، وهنا عندنا الساعة. إذا نتجاوز الساعة مع الساعة واش بقى عندنا غير الكيلومتر؟ سؤال 4، شحال المدة الكافية باش تقطع السيارة 360 كيلومتر؟ إذا نحسبو تي، تي هي دي على في ان، عطاونا المسافة وهذه هي السرعة. وغادي نديرو تطبيق، يعني تي تساوي دي على في ان، دي هي 360 كيلومتر و لا فيتاس هي 90 كيلومتر. لا فيتاس هي 90 كيلومتر على الساعة، يعني هي 360 كيلومتر على 90 كيلومتر على الساعة. و تنخدمو بهاد 90 كيلومتر لهنا لهنا غير باش تختاز لنا الساعة هنا مع الساعة هنا، و أيضا هنا باش تختاز لنا الكيلومتر مع الكيلومتر باش تبقى لنا الساعة. إذا 360 مقسومة على 90 هي 4 ديال الساعات، إذا تي تساوي 4 ديال الساعات. تمرين تطبيقي رقم جوج، السؤال الأول بريسيزي لا ناتيغ دو موفمون دون شاك كا، نحددو الطبيعة ديال الحركة في كل حالة. شنو نلاحظو هنا؟ المسافة، المسافة غادا واش تزاد، يعني السرعة غادا واش تزاد. إذا فهاد الحركة كديرها حركة متسارعة أكسيليري. هنايا المسافة ثابتة، إذا فالسرعة هي غادي تبقى ثابتة، إذا فالحركة هنا منتظمة إينيفورم. أخيرا هنايا المسافة كانت كبيرة وغادا واش تنقص، إذا فاش تنقص لينا المسافة فالسرعة هي تنقص، تنقولو أن الحركة متباطئة، يا إما غوطاردي ولا غالونشي. وهذا غنكون سالينا الدرس ديالنا، نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة.